بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة عرسة وهي مكية، الصفحة 740. بسم الله الرحمن الرحيم. عرسة تعلى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صفة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش فقد قمه في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناديه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ألا كف ساعته تلك وتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أي يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له استعراض وازدجار على المحارم، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، إن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامرة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: عبس وتولى، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه رمية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: انزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى بابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم رأى ابن جرير وابن أبي الحاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
وسلم الماضي عقبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويخرق عليهم أن يؤمنوا. فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناديهم. وجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ منقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه، ثم أنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ فإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ فذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، في غرابة ونكارة فقد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بذور الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة الواسية لصلوات بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفين ومواضيعهم. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة معنى القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لجدارة الكلام عليه. وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو الآية فكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة معقرة مرفوعة أي عالية القدر مطهرة أي منبرة وزيادة النقص. وقوله تعالى بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هو الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصبح والخير، كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، فأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شواق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق قتادة به.
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى جهنما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس قتل الإنسان لأن الإنسان. وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن دريج ما أكفره أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي وقال قتادة ما أكفره ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأ. فقال تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره على الأوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسبيل واختاره ابن دمير. وقال مجاهد هذه كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا أي بيناه له وأوضحناه فسهرنا عليه علمه. وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله تعالى ثم أماته فأقبره أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله وطردت عني فلانا وأقربه الله أي جعله طريدا. قال الأعشاء لو أسندت موتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابري. وقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أصبر بن الفرج أخبرنا ابنه أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح أخبره عن أبي الهرثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عدد الذنب منه خلق وفيه يركب. وقوله تعالى كلا لما يقض ما أمره قال ابن جرير يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقبل ما أمره. يقول لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض. ثم
روى هو ابن أبي الخاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: كلا لم يقضي ما أمره، قال: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقض ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أنه سيجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعاده كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن يهد بن منبه قال: قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت أواما بالية وترابا متمزقا، أما صببنا الماء صبا، أي أنزلنا من السماء على الأرض ماء، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزار الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا، قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: القضب العلف، وزيتون وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلة يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل، وحدائق غلبا، أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: كل ما التف بتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا، أي طوال. وقال عكرمة: غلبا، أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة؟ قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفردق: عا فأثار أغلب دويميا فويل ابن المراعة مستثارا. وقوله تعالى: وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكبأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة ف
فهو الأب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس، ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، وهذا لفظ حديث أبي كريب. وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال الأوفي عن ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن زيد حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، بقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تسخ الأسماء أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال أكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتسمي بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهدي ما لي لعلي أنجو مما تولي. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فأتعلق به، فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيسمي بخير، فيقول له: يا بني إن احتجت إلى
مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولاد أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو بن زيد الأحول البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة عرلا. فقالت امرأة: أو يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النسائي: اخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، واخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعوات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا ازهر بن حاتم، حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن انس بن مالك قال: سالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بابي انت وامي، اني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك، حفاة عراة. قالت: ما سوأتاه يوم القيامة؟ قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرني حسين بن محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، لا سوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن مسابه. ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. من فضلك تابع بقية المادة. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يقول الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس: ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبس. ولله الحمد والمنة. تفسير سورة التكوير، وهي مكية. الصفحة 74. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال الأوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت وغورت. وقال ربيع بن خيثم: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير الإمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى: كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس
إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد ابن حبان حدثنا درسة ابن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري فهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود إراده فقال حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه؟ قال وما ذنبهما؟ ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فنادوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هي نار تتأجج قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع ابن خيثم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جل وعلا وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم. وكل من عبد من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله تعالى وإذا الجبال سجرت أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله وإذا العشار عطلت قال أكرمة ومجاهد عشار الإبل قال مجاهد عطلت تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك
أهملها أهلها. وقال الربيع بن خيثم: لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدتها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة، يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقد قيل في الإشارة إنه السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر. وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، فالله أعلم. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خيثم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية، فيقضي الله ما فيها ما يشاء، فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال أكرمة: حشرها موتها. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوان، حدثنا حسين عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: فإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت، غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي، فذكرته لأكرمة فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أو مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور، وإذا البحار شجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن البنيد، حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. وإذا كان يوم القيامة أسجر، وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاد أو معتمر أو غاين، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم:
سجرت أوقدت، وقال الحسن يبست، وقال الضحاك وقتادة غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة، وقال الضحاك أيضا سجرت فجرت، وقال السده فتحت وسجرت، وقال الربيع بن خيثم سجرت فاضت. وقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، أي دمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى احصروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت، قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله عز وجل يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، قال هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ وإذا النفوس زوجت، فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم، وفي رواية وهما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار، وفي رواية عن النعمان قال سئل عمر عن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويد الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت، فسكتوا. قال ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، قال ذلك فيما يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا النفوس زوجت، قال الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين بن جنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسير واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصنحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلوى من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم النار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا. ثم توسل الأرواح فتزود الأجساد، فذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وأكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. فقيل زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة وقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت، والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، ويوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى سألت أي طالبت بدمها، وعن السدي وقتادة مثله،
وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: خبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل وهو يقول: لقد هممت أن أنهي عن الغيلة، فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العبد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموءودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن مزيد عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضا ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السلمي حينه عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. رواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأخوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموءودة في النار. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسحاق الأزرق، أخبرنا عوف، حدثتني خنساء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموءودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: الموءودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس: هي المدفونة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية. قال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب ابن. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق فلم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأتوا ثمان بنات لي، وأتت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره: فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة ابن حسين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأتت 12 ابنة لي في الجاهلية، أو 13. قال: أعتق
عددهن نسما، قال فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة، فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت للمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية. وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة وابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملى في صحيفته. وقوله تعالى وإذا السماء كشفت، قال مجاهد ابتدبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشف فتذهب. وقوله تعالى فإذا الجحيم سعرت، قال السدي أحميت، وقال قتادة ارتبت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى فإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خيثم أي قربت إلى أهلها. وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجر الحديث. فلا أقسم بالخنس الجار الكنس، الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، متاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر ابن كنان عن الوليد بن سرية عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ورواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث بن نخوة. قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.